بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا أرنا الجميل جميلا والقبيح قبيح، وأنت عالم أن هذه الأيام قلبوا الأمور، فعالم القبح أصبح قمة الجمال والعكس بالعكس يا رحمن، قلت بنا في مجرد المقادير. يقول ربي هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، يعني السلام لا يظلم أحدا ولا يقبل شرا من حتى المقربين منه، لا يقبل منه شرا، بل يقول واف واصفح كل سنة، واف واصفح لو فما نزاع بينك وبين الكفار، ممكن أنت نوعا ما أساء فهمك، وهذا ربما خلل في التبليغ وما على رسول البلد. هنا نجم نقولوا اللي فما سوء في إرسال الأنبياء عليهم السلام، بحكم اللي مش يزموا يتلقوا بأمان، هما حرقوه وبدلوا شكل، يزون ديفيغوري لو ميساج ديالهم والسلام.